طلابي الأعزاء، أنا وياكم اليوم راح نستكمل الفصل الثاني، شروط الاندماج الاجتماعي بالجزء الثاني. أهدافنا على اليوم أن يتبين الطالب أهمية التربية في عملية الاندماج الاجتماعي، أن يعرف الاصطفاء، وأن يحدد العلاقة بين تكافؤ الفرص والاصطفاء والأنظمة السياسية، أن يتبين العوامل التي تعيد إنتاج لا تكافؤ الفرص والتي تؤدي إلى اصطفاء جديد. رح نبلش اليوم فإذا بالشروط الثقافية التربوية للاندماج الاجتماعي، بس لابد أني أذكر بالشروط الاقتصادية للاندماج اللي حكينا عنها بالجزء الأول. أول هي على عدة مستويات. المستوى الأول هو على مستوى السلطة السياسية، يعني الشرط الذي يؤمن تكافؤ الفرص والمساواة تجاه قانون العمل. أما المستوى الثاني هو على مستوى ممارسة المهنة، يعني أنه يحق لكل فرد ولكل مواطن العمل، على الدولة أن تتيح العمل لكل الناس، ولكن كان بقطاع خاص أو إن كان بالقطاع الرسمي، بس لازم يكون هذا الإنسان في عنده دخل محدد وراتب محدد لحتى يقدر ينظم حياته على هذا الأساس، وهذا من الشروط يلي بتأمن الاندماج الاجتماعي. أما المستوى الثالث هو على مستوى تنظيم المهنة، إلنا يلي هو بيعكس مستوى من الوعي المصالح المشتركة، لمن بيكون في عندي القدرة على الانتساب إلى النقابة، لأنه تعتبر النقابة هي المحرك الأساسي للاندماج الاجتماعي. وكمان قلنا إنه الشعور بالانتماء بيفترض قوة التنظيم لحتى يصير في عندي ميزان قوى بين أرباب العمل وبين العمال. أما المستوى الأخير من مستويات الشروط الاقتصادية هو على مستوى علاقة الفرد العامل بمؤسسته، التي يجب أن يسود الاحترام والتقدير لكفاءة العامل، لقدراته، لتفانيه. وكل ما كان في عندي هذا الاحترام المتبادل بصير في عندي تمهيد لمؤسسة العمل، وبالتالي هذا مسار إيجابي لتحقيق الاندماج الاجتماعي. فإذا الشروط الاقتصادية هي على عدة مستويات. اليوم رح نفوت على الشروط الثقافية التربوية للاندماج الاجتماعي. أولا، هل هناك علاقة بين النظام التربوي والمجتمع؟ الاندماج الفعلي للفرد بالجسم الاجتماعي ما ممكن يحصل إلا إذا كان هذا الفرد عنده استيعاب كامل للقيم والمعتقدات التي تؤمن بها الجماعة. فإذا أنا إذا بيني وبين حالي تربيت على قيم ومعتقدات الجماعة، هذا الأمر بسهل لي عملية الاندماج الاجتماعي في الجسم الاجتماعي. نقطة تانية، أي نظام تربوي هو انعكاس لقيم وثقافة المجتمع. فإذا ما بقدر أنا أعمل مجتمع ديكتاتوري وقيمه ديمقراطية، يعني إذا كان مجتمعي سياسي ديمقراطي بتكون قيمي ديمقراطية وثقافة المجتمع ثقافة ديمقراطية، فكيف بيكون النظام السياسي بده يكون النظام التربوي؟ والتربية تقدر تلعب دور هام بتأمين عناصر الاندماج الاجتماعي من خلال تلقين القيم العليا التي تؤمن بها الجماعة، والتربية بتقدر تقوم بهذا الدور من خلال إنها سيرورة اجتماعية. يعني كل مجتمع بيختار الأنظمة التربوية يلي تشبع حاجاته وتأمن مصالحه العليا، يلي بيعتبرها من المؤسسات الحيوية لبقائه واستمراره. نحن بنقول بالتربية نبني. نبني ماذا؟ نبني قيم وثقافة المجتمع لحتى يقدر هذا المجتمع يضل مستمر. أما النقطة الثانية يلي بتقدر التربية تلعبها، لأنها سيرورة قصرية، يعني نحن نعرف انه الانسان بالاساس هو كائن بتهيمن عليه الانانيه الطبيعيه، وما في حدود لرغباته ولغرائزه. لهذا السبب من الضروري تربيته وتأطيره بنظام عام. مشان هيك التربيه هي اولا وقبل كل شيء
تدريب الفرد، تدرب الفرد وتكلفه على الرضوخ للنظام العام. النقطة الثالثة هي التربية بتقدر تقوم بهيدا الدور لأنه نتاج لإرادة الجماعة. لما بقول نتاج لإرادة الجماعة يعني هو الجماعة هي اللي اختارت التربية يلي بتسهم بالحفاظ على تماسكها الاجتماعي. من هون بصير في عندي علاقة حب وتماهي بين الفرد والنظام التربوي. النقطة الرابعة هي نتاج تنتج سلوك وفاء وإخلاص. لحتى نقدر نعتبر العملية التربوية ناجحة، أي حققت وظيفتها في اندماج الفرد داخل الجماعة، بدها تكون حفزت عنده سلوك الوفاء والإخلاص. فإذا هون نحن بنعتبر إنه هذا السلوك هو الهدف الأسمى للتربية، إن قدرت تعمل التربية سلوك وفاء وإخلاص وتأمين اندماج ناجح للفرد داخل المجتمع. أما النقطة الخامسة يلي التربية بتقدر تقوم فيها لأن سيرورة ديمقراطية. في كل مجتمع التربية فيها نوعين، نوع من الازدواجية بالمسار. الازدواجية يعني بتاخذ اتجاهين. الاتجاه الأول هو القصر، ونحن شفناه بالنقطة الثانية إنه التربية بتقوم بهذا الدور لأنها سيرورة قصرية، يعني هي تلزم الفرد كونه موجود في المجتمع على الخضوع للأنظمة الموجودة في المجتمع. في عندي سلطة لازم التزم بقوانينها، وتكوين إنسان عاقل ومستقل من ناحية تانية. يعني الازدواجية هي القصر من ميل وخلق إنسان مستقل من ميل تاني. ونحن بالأنظمة الديمقراطية، دايما عم بحكي هون بالنظام الديمقراطي، في عندي تزاوج، التربية تزاوج بين غاية النظام، شو بده النظام، يعني في عندي سلطة لازم كل المواطنين يكونوا ملتزمين بقوانين هذه السلطة، وغاية إعلاء شأن الفرد، أي تكوين الشخصية الحرة المميزة للفرد. بدنا ننتبه انه الديمقراطية هي مع اعلاء شأن الفرد، مع اطلاق حرياته، ولكن ما مش لحد الفوضى، لازم تكون في اطار القوانين المعمول فيها بقلب المجتمع. مشان هيك بنقول سيرورة ديمقراطية فيها نوع من الازدواجية في المسار. اما النقطة الثانية اللي بدنا نحكي عنها هي تكافؤ الفرص والاستيفاء. استنتجنا من اللي حكيناه قبل انه في عندي علاقة بين النظام التربوي والنظام السياسي والاقتصادي والثقافي للمجتمع لنقدر نأمن الاندماج الاجتماعي، وقلنا انه التربية هي انعكاس للنظام السياسي. هلا رح احكي انا وياكم عن مبدأ تكافؤ الفرص بكل من الانظمة الديمقراطية المنفتحة، واذا عندي تكافؤ فرص واستيفاء بالانظمة الشمولية المغلقة. يعني رح نشوفه بهود النظامين الكبار، النظام الديمقراطي والنظام الشمولي. ولكن لابد بالاول من اني اعرف الاستيفاء. شو يعني كلمة استيفاء؟ نحن بس نكون بالمدرسة وبدنا نروح على الجامعة، نخضع لكونكور امتحان دخول الى الجامعة. هو الاستيفاء خضوع الفرد الى امتحانات ومباريات، بس هيدي في لها هدفين. اولا اني حدد اهليته للاختصاص يلي اختاره، ومن جهة تاني مراعاة حاجة المجتمع له بالاختصاص يلي اختاره. شو يعني؟ يعني انا مثلا في عندي كونكور امتحان دخول تنقول لإدارة الأعمال، بقدم 400 طالب بينجح منهم 200، يعني بهودي ال 200 علامتهم بتأهلهم انه يكفوا بهيدا الاختصاص، بس المجتمع بحاجة ل 100، فأنا برجع بعمل استيفاء تاني باخد بس حاجة المجتمع، ال 100 علاماتهم أول علامات باخدهم. هيك بكون أنا من عملية الاستيفاء عملت امتحانات هدفها من ما يحدد هيدا الفرد إذا عنده المؤهلات يفوت للاختصاص اللي اختاره، ومن مال تاني لحتى أمن حاجة المجتمع من هيدا الاختصاص. بالنظام الديمقراطي قلنا تكافؤ الفرص والاستيفاء بالنظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي يؤمن نظريا، انتبهوا اني حطيتها بالاحمر لكلمة نظريا، وهلا هنكتشف ليه. بيأمن تكافؤ الفرص أمام التعليم، لا سيما للفقراء من الأطفال، من خلال قانون إلزامية ومجانية التعليم حد سن معين.
فالنظام الديمقراطي قال إنه أنا لما بعمل قانون إلزامية ومجانية التعليم لحد عمر معين، بكون عملت تكافؤ فرص للكل، ابن الغني وابن الفقير وابن الريف وابن المدينة، كل الناس سواد بين بعضهم وعطيتهم التعليم لعمر معين. نقصد هون بالعمر المعين يعني يعني بداية المرحلة الثانوية. هلا في ناس ما بتكفي بتروح على سوق العمل بشكل مبكر مثل ما شفنا بالشروط الاقتصادية، وفي ناس لا بدها تفوت على الجامعة. هون بدهم يعملوا اختبار، بدهم يفوتوا يخضعوا لامتحانات لحتى يشوفوا إذا هن قادرين بمستواهم يكونوا بهذا الاختصاص. هون الاصطفاء بيكون على أساس الكفاءة، أنا عندي كفاءة، عندي قدرة على نجاح بهذا الاختصاص، هون على هذا الأساس بيصير الصفة. فإذا بدكم تنتبهوا إنه بالنظام الديمقراطي عملية الاصطفاء بتكون على أساس الكفاءة، وبالنظام الديمقراطي نظريا تكافؤ الفرص أمام التعليم بيكون من خلال قانون إلزامية ومجانية التعليم حتى سن معين. ولكن العالم الفرنسي بيير بوردو شاف أنه هناك عوامل ثقافية تتعلق بالبيئة الاجتماعية للفرد، وخصوصا مستوى الأهل المهني والثقافي، تعيد إنتاج عدم المساواة واللا تكافؤ بين الجميع قدام عملية التعليم. كيف يعني هيدا الكلام؟ نحن قال النظام الديمقراطي أنا إذا بعمل قانون إلزامية ومجانية التعليم لكل الناس بساوي بين بعضهم البعض، هيدا اسمه تكافؤ فرص. ولكن بيير بوردو شاف إنه هناك عوامل تعيق عملية تكافؤ الفرص، وهي مثلا المستوى الأهل المهني والثقافي. يعني بدي أفترض عندي شخصين، واحد أهله بيعرفوا لغة أجنبية، واحد أهله ما بيعرفوا اللغة الأجنبية، واثنيناتهم فاتوا على المدرسة لأنه النظام أمن تكافؤ فرص ليفوتوا على المدرسة. بس يلي بيعرف لغة أهله بيعرفوا لغة أجنبية رح من بشكل مبكر بالبيت يعلموه على اللغة الأجنبية، ورح يكون قادر يسبق رفيقه بالصف يلي أهله ما بيعرفوا هذه اللغة، وبالتالي رح يصير في عندي عملية اصطفاء جديدة، في عندي لا تكافؤ، ما بقى في تكافؤ بين هيدا الولد يلي أهله من هو صغير علموه على لغة أجنبية والولد يلي ما بيعرفوا أهله لغة أجنبية. هون صار في عندي عدم تكافؤ الفرص نتيجة تدخل مستوى الأهل الثقافي والمهني، وهذا الأمر يؤدي إلى عملية اصطفاء جديدة. أما بالنظام الشمولي، هل في تكافؤ فرص؟ نحن بنعرف أنه النظام الشمولي هو نظام الديكتاتوري، نظام الحزب الواحد، نظام الملكي. هيدي الأنظمة الاصطفاء فيها بنسميه اصطفاء سافر، ينطلق من معطيات نخبوية على أساس الانتماء. يعني إذا أنا كنت نظام تنقول حزب واحد، إذا كنت أنا أنتمي إلى هذا النظام ساعتها بكون عندي فرصة وبيتم اصطفائي لألي، بينما الآخرين اللي ما بينتموا لهذا الحزب ما بيكون في عندهم القدرة ولا تكافؤ الفرص مثلي. فإذا مشان هيك نحن بنقول إنه بالنظام الشمولي الاصطفاء سافر ينطلق من معطيات نخبوية على أساس الانتماء، ممكن انتماء حزبي أو انتماء عائلي أو انتماء طائفي، مما يعني أنه ليس هناك من تكافؤ للفرص أمام الجميع، وبالتالي لا يتحقق الاندماج الاجتماعي. فإذا بدي انتبه لتكافؤ الفرص بين نظام ديمقراطي ونظام شمولي. بالنظام الديمقراطي تكافؤ الفرص بيكون والاصطفاء بيكون على أساس الكفاءة، بينما بالنظام الشمولي الاصطفاء بيكون على أساس الانتماء الحزبي العائلي والطائفي. وفي نقطة مهمة كمان، إنه مرات لما بيكون في عندي مستوى للأهل مهني وثقافي يختلف عن مستوى أهل آخرين لأولاد نفس الصف، رح يكون في عندي إعاقة وعندي إنتاج لا تكافؤ
فرص بين الجميع. هلا بقلكم يعطيكم ألف عافية.